من غير ما تبدأ تكذب وتألف في القصص. وين على خير؟ وين كنت ماشي قبل الليل؟ ما هيش أول مرة. قدام من مرة عديت علي وأنا كل بهلولة ماني فاهمة شي. يزي عاد مسيح جيد ولدك عاد بيجي أحكي بالسياسة ونقص صوتك. شفما شنو لي فيها كان مشيت تتفرهد؟ قلت لك حل فمك تكلم. الوين كنت ماشي؟ أي هاك عرفت أم بعد ها؟ شنو ما عندك تعمل؟ يا أخي تتغشش على أختي هكا؟ أنت تحاسبها كما تعمل معايا؟ بنتك هذيك اللي عاملة فيها عقلة تفضحت في الجرايد وما كفهيش بسطة وعنقت وزادة في بينا راه. أخزر لي. أي باهي هاني نخزر لك. أنت تنجم تحكي هكا مع بنتك؟ بتبيع عليه؟ عليه؟ على خاطرها بنت أمها الدلولة. وين؟ أنا شكون؟ أنت فرقت بيناتنا. أما نقول لك حاجة، أنت اللي باش تندم في الآخر بالكل. أنت غالطة وعارفة روحك غلط على طول. قاعدة تحكي هكا باش ما تجاوبنيش. ما عادش تحكي عليها بالخايب. أي بنتي هذيك راهي أختك. أي أختي صحيح؟ أختي ما لشنو؟ أختي اللي ما خليتش حاجة عيبة وما عملتهاش. ما قال لحياك أحكي بتربية. أنا تعاركني وتضربني على أقل حاجة نعملها، وأختي ما فماش غلطة ما عملتهاش، وأنت ما قلت لها حتى شي. عادي عندك. ما كتحب تعرف تنقل وقت تبدأ أنت هوني راقدة وما في بالك بشي. أنا نخرج في الليل قدام المرة ونبيت مع حسين كرشاي باهي هكا. شوف الكفه ده يمشي تكلف لك غالي برشا برشا يا مدام. ودي ما تخبيش فرحتك يا جميله، الكلكم باش تندموا على اللي عملتوه. تو تشوفوا. اه يا ربي يا كريم، ببركه هالصغير الملايكه اللي ما عنده حتى ذنب. يا ربي عدي هالنهارات على خير والطف بينا يا ستار يا كريم. يا ربي يا كريم يا رحيم. صبر مصباح وانتي تدعي يا ميمة. قلت لك خلينا نحكي قبل ما يمشي الراجل للخدمة. ما انتي ما سمعتش كلامي كالعادة. كبشت فيا. شنو اللي باش نعملوه توا؟ شنو باش نقعدوا نستناو لليلة؟ يلزمك تزيد تستنى للا، وكيما سنيت جمعة باش تزيد تستنى لليل. اللفعة هذيك في الدار خلنا نطلع نحكي معاه ونجبد التصويره ونحطها لها قدام وجهها ونشوف شنو باش تقول وقتها. خبي التصويره يمشيش يشوفها حد يهديك. اسمعني ميمة، انا مانيش باش نزيد نستنى يا اخي، باش نخليو الحكايه معلقه هكاكا. شو انا ما عادش نجم نصبر، ما عنديش وسعه البال. قدام نهار وانا نستنى بديت نفد راني. انت صبرت جمعه كامله كيدك توا باش تزيد تصبر؟ ها قلت لك لازمنا نطفيو الضو كينا توا عرفنا باش نزيدو نكبشو في سيتها ونلحلحو بيه. سمعتني ماو بالله؟ شنو الفرق كي باش نقولوا البوه ولا الام واللفعه؟ ما فهمتش. الامور هذه ما تتحلش معك اللفعه امه، لا هي منتينتنا ولا هي باش تفهمنا. باش نقولوا الخبر للبو ويوفى الحديث. ناري ما يا ناري على روحي يا اخي، انا علاش بعثتك لهوني؟ بالله امشي نظم جاردروب المراه، تحرك. امان محليهم يهبلوا والله، مش نورمال الكلهم. تقتل ما بنها الروبة. من إيطاليا بتبيع، ما تنجمش تكون من هوني. أما سامحني يا حماتي تخرج علينا أكثر الحق، حتى نبشي ولي عندي دبش هكا. أما قبل كل شيء نخروب تعرس مزيانة ومن بعد كل شيء يجي والناس الكل بشي ولي وخدام عن شيرين كرشاي. بتبيع عمالة ليه؟ هكا ولي روح مماتك أنت. إيه؟ شنو صحة الرقعة هذه؟